لبنان بعد 69 عاما على استقلاله يبحث عن صيغة تمنع سقوطه في المجهول نتيجة الانقسام السياسي الحاد وهشاشة الوضع الداخلي أمام زلزال المنطقة. سوريا بعد 20 شهرا على الحرب، 40,000 قتيل، 1.5 مليون نازح ودمار هائل في المدن الكبرى، والعمليات العسكرية العنيفة تنهك طرفي النزاع وتهدد دول الجوار. غزة بعد 8 أيام من الحرب الإسرائيلية التزام لاتفاق الهدنة، وسكان القطاع وجنوب إسرائيل يستعيدون حياتهم الطبيعية. لكن اللافتة وضع لبنان، وضع لبنان على خط الاشتباك في محاولة ثالثة لإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على شمال إسرائيل. البداية من احتفال الذكرى 69 لاستقلال لبنان. هنا في جادة شفيق الوزان في وسط العاصمة بيروت اجتمع أركان الدولة من ضباط وعسكريين وسياسيين ودبلوماسيين وشخصيات روحية وممثلين عن الجسم القضائي والإعلامي وحضور لافت لقيادات 14 أدار للاحتفال بعيد الاستقلال 69. هذه المناسبة التي يعيدون أحياءها في عرض عسكري مركزي. علم الجيش رمز المؤسسة العسكرية تقدم وصول رئيس الأركان في الجيش اللواء الركن وليد سلمان وقائد الجيش عماد جان أهوجي ووزير الدفاع الوطني فايز غصن. وعلى وقع الموسيقى وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي توجه مباشرة ليأخذ مكانه على المنصة بعدما ألقى التحية على الرئيسين أمين الجميل وفؤاد السنيورة. وبعده حضر رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى لحن التعظيم ومن ثم النشيد الوطني اللبناني دخل رئيس جمهورية العماد ميشيل سليمان. وعلى الفور أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا، كما أطلقت أبواق البواخر المدنية والمراكب العسكرية، ثم وضع الرئيس سليمان إكليلا من الزهر على النصب التذكاري للشهداء. وفي سيارة عسكرية مكشوفة استعرض الرئيس سليمان يرافقه وزير الدفاع الوحدات العسكرية المشاركة، وقد حيا المشاركين في الاحتفال وأخذ مكانه في مقدمة المنصة. تشكيل جوي من الطوافات العسكرية التي حملت العلم اللبناني وعلم الجيش حلقت فوق مكان الاحتفال في استعراض مميز متخذا شكل الأرزة اللبنانية. بعدها تم عرض فيلم جايب لي سلام من إنتاج مديرية التوجيه في الجيش. ثم أدى كورال القسم الشرقي في المعهد الوطني العالي للموسيقى أغاني وطنية، وبعدها تولت العروض العسكرية التابعة للجيش ولقوى الأمن الداخلي من وحدات راجلة ووحدات خاصة بعدادهم وعتيدهم. واختتم الاحتفال بمغادرة علم الجيش، وغادر رئيس الجمهورية تلاه مغادرة الرئيسين بري وميقاتي والمدعوين. وفي قصر بعبدة تهاني الاستقلال بمشاركة قوى 14 من أذار. لم يكن احتفال قصر بعبدة في مناسبة الاستقلال بالحشد والشكل الذي كان عليه في كل عام، إلا أنه تمكن على عكس استحقاقات ومناسبات أخرى من كسر استثنائي لمقاطعة قوى 14 من أذار التي شاركت بتمثيل نيابي لكل الكتل المنضوية تحت لوائها على قاعدة أن المقاطعة لا تشمل رئاسة الجمهورية ولا الجيش. وقد رد النائب جان أوغاسابيان للأم تي في ممازحا: ليش اليوم عيد ميلاد الرئيس ميقاتي لن أقطع؟ فيما أوضح النائب أحمد فتفت أن مصافحة الرئيس ميقاتي طبيعية لأن المشكلة معه ليست شخصية بل سياسية. في قاعة 25 أيار صافح الرؤساء الثلاثة المهنئين بعيد الاستقلال من رؤساء سابقين ونواب ووزراء وقيادات عسكرية ونقابية ودبلوماسيين وإعلاميين. أما أبرز الغائبين فالرئيس أمين الجميل علما أنه كان شارك في العرض العسكري، ولم يحضر أيضا النائب ميشيل عون والنواب وليد جنبلاط وسليمان فرنجي وطلال إرسلان ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. ولم يبدل الرئيس أمين لحود عادته في الغياب كما في كل عام في عيد الاستقلال. حفل الاستقبال سبقه لقاء بين الرؤساء الثلاثة استمر نحو 40 دقيقة وتناول بحسب البيان الرسمي الأوضاع العامة وآخر التطورات.